الاعتراف بالذنب فضيلة، رغم انتشار هذا المثل بيننا لكنه الأقل تطبيقاً، فعديد الأشخاص يعانون من صعوبة تقبل أنهم على خطأ، بل يرفضون الأمر تماماً كأنها وصمة عار أو حط من كرامتهم. لا ننكر أن الاعتراف بالخطأ أمر بغاية الثقل على الإنسان، فالبعض يتلذذ برؤية الآخرين وهم يعتذرون منهم، إلا أن هذا لا يمنع فعل ما هو صحيح وضروري، فنحن نخسر الكثير من المقربين إلينا بالكبرياء المزيف الذي يمنعنا من قول كلمات صغيرة لكنها ذات أثر كبير. فأنا آسف وأرجو أن تقبل اعتذاري، قد تنقذ الكثير من العلاقات الاجتماعية. في أحيان كثيرة عندما تعترف بخطئك بكل صدق فإنك تسمح للمقابل بإظهار كبريائه وموقفه النبيل بالصفح عنك، لينتهي الموقف بالصفاء المطلوب لردم الهوة بينكما. لا تفسد الاعتذار بسرد الأعذار. عند طلب السماح لنتجنب كثرة الأعذار، وليكن اعتذارنا نابعاً من القلب، ولا تسوغ خطأك وتعطيه أسباباً، وليكن الإقرار الصحيح بما اقترفته سبيلاً وحيداً للاعتراف بذنبك. قد يبدو ظاهرياً للعديد أن الاعتراف بالخطأ هو انتقاص من ذاتك أمام الآخرين، لكن بالحقيقة هو ترفع عن الموضوع والمشكلة، ومن تخطئ بحقه فحري بك أن تقدم له اعتذاراً يليق بحجم ما تسببت له من ضرر. فكلنا نخطئ ولن نتوقف عن الخطأ. بالاعتذار تتآلف القلوب ونتقارب فيما بيننا، فلنسامح أنفسنا والآخرين، ولنكن أكبر من أخطائنا، فلسنا كاملين، والخطأ نقص بشري دائم، فلا شيء أثمن من علاقاتنا مع الأهل والأصدقاء، لذا لا تدع شيئا يوقفك عن المحافظة عليها.